أنت طالق، أنت مفصول من العمل. لقد انتهت شراكتنا بعد اليوم. عبارات خطيرة تطلق وقت الغضب. غرس اليوم: كن حليما. فكم من علاقة وطيدة ضاعت في لحظة بسيطة، وكم من أواصر دامت سنين وكانت مستقرة فتهالكت في ثواني الغضب. يا للغضب، ويا ما فعل الغضب بنا. كم من كوب مليء بالسعادة والود والمحبة، ولكنه انسكب في غمضة عين لأن شارك ذلك الأمر الغضب. لكي لا تندم، اغرس ولنغرس جميعا في قلوبنا الحلم وقت الغضب، وكن حليما أخي وأختي الكريمة. وأفضل بيئة خصبة لكي تتدرب لهذا الغرس الجميل هو شهر رمضان، شهر الغفران، شهر التسامح. كن متسامحا، وتذكر أن الله سبحانه وتعالى سمى الذين يتسامحون ويتمالكون أنفسهم وقت الغضب سماهم بالمحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقال أيضا سبحانه: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والسلام عليكم. Mm-hmm.